طلبة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا مقطع فيديو راح نشرح به حل الامتحان الأخير اللي امتحنتوه، اللي هو فد مسائل بسيطة بالسكند أوردر ديفرنشيال إيكويجن. راح ناخذ مجموعة من الأسئلة، مو كل الأسئلة اللي راح نحلها، راح نحل قسم منها. فهذا هو السؤال الأول اللي هو لجروب كان A1، مسألتين أو معادلتين. المعادلة الأولى هو y double prime زائد 9y يساوي 0. نجي السوليوشن مالتها بالطريقة التالية. طبعا أول شيء ننظر للمعادلة مالتنا، راح نشوف أنه هي هاي المعادلة second order differential equation linear طبعا، وهي homogeneous لأنه rx يساوي 0. فمباشرة أكون الauxiliary equation أو characteristic equation. الواي دبل براين تعطيني ام تربيع، والواي هنا تعطيني فقط المعامل مالتها، فد ام تربيع زائد 9 يساوي 0. احول التسعه الى الجهه الثانيه، راح يكون عندي ام تربيع يساوي ناقص 9. بما انه جذر الطرفين هنا راح يكون ب سالب، فاذا راح يكون كومبلكس نمبر عندي هنا، فراح يكون عندي الام 1 والام 2 يساوي لي بلس ماينس 3i. طبعا والآي هنا قلنا يساوي لي جذر ناقص 1. إذا قلنا إذا كان عندي الام 1 والام 2 هي complex number imaginary numbers or imaginary roots، فهنا راح يكون عندي الواي general أو solution مالتي، الحل الواي يساوي لي e to the alpha x مضروبة ب a cosine bx زائدا b sine bx. وقلنا دائما الجذر اللي هو الكومبلكس نمبر اللي هو الام 1 او الام 2 الصيغه مالته راح يكون هو الفا بلس ماينس بي اي، فالالفا راح تكون اس للاي مضروبه بالاكس، والبي هي راح تكون الزاويه للكوساين والساين. فاذا هنا عندي الالفا بالنسبه للحل مالتي هي صفر، والبي هي 3، فاذا الواي راح يكون اي تو ذا 0 اكس مضروبه في اي كوساين 3 اكس زائدا بي ساين 3 اكس، اي تو ذا اكس هي 1، فراح يكون عندي الحل النهائي واي يساوي لي اي كوساين 3 اكس زائدا بي ساين 3 اكس. نجي للسؤال الثاني للجروب اي. السؤال الثاني هو y double prime plus 5y prime plus 4y يساوي لي 10 في e to the minus 3x. هاي المعادلة لو انظر لها اشوف هذه معادلة non homogeneous لانه عندي ال rx لا يساوي صفر، والجهة الثانية with constant coefficient. فقلنا احنا non homogeneous راح تنطيني جزئين من الحل، لازم احلها بحلين او جزئين، الواي اتش اللي هو الواي هوموجينيوس، وهنا عندي الواي بي. فنجي على الجزء الاول اللي هو الهوموجينيوس بارت، نساويها الى صفر وتكون واي دبل برايم بلس 5 واي برايم بلس 4 واي يساوي 0. نحولها الى الاوكسيلري ايكويجن مالتي، ام تربيع بلس 5 ام بلس 4 يساوي لي 0. هاي نحلها بالتجربه، ام بلس 1 في ام بلس 4 يساوي 0. فعندي الام 1 يساوي لي ماينس 1 والام 2 يساوي لي ماينس 4. الام 1 راح يكون عندي الواي 1 يساوي لي اي تو ذا ماينس اكس، والواي 2 راح يساوي لي اي تو ذا ماينس 4 اكس. اذا الواي اتش اللي هو الكومبلمنتري سوليوشن او الهوموجينيوس بارت فور ذا ايكويشن راح يكون عندي يساوي لي سي 1 في واي 1 زائدا سي 2 في واي 2. y1 هو e to the minus x و y2 هو e to the minus 4x. بعد ان كملنا ال homogeneous part الجزء ال homogeneous المتجانس، نجي على ال non homogeneous part اللي هو ال rx. عندي ال rx يساوي ل 10 في e to the minus 3x، هذه راح احلها، عندي طريقتين اقدر احلهم بها اللي هي ال undetermined coefficient وال variation of parameters. راح احلها بطريقة ال undetermined coefficient من الجدول مالتي، اشوف ال rx ب e to the minus 3x، فاذا ال y particular راح يكون هو a في ال e to the rx،
والآر هو نفس معامل الأس اللي موجود عندي بالآر أكس. فإذا واي بي راح يكون A في الـ E to the minus 3X. أبدي أحل بالاشتقاق وأطبقه بالمعادلة الأصلية مالتي، فواي برايم بي أشتقها، الأس هنا عندي ناقص 3 هي تنزل نفسها في مشتقة الأس، الأس ناقص 3 فهنا راح يكون عندي ناقص 3 A E to the minus 3X. أشتقها مرة ثانية، الناقص 3 راح تنضرب بالناقص 3 راح يكون عندي 9 A في الـ E to the minus 3X. هاي الثلاثة راح أعوضهم بالمعادلة الأصلية اللي موجودة عندي، راح أجي أعوض عن الواي دبل برايم اللي هو هذا بالتسعة E في الـ A في الـ E E to the 3X زائدا خمسة في الواي برايم، الواي برايم هو ناقص 3 في الـ A في الـ E to the ناقص 3X في الخمسة اللي موجودة بالمعادلة، زائدا 4Y زائدا 4 في الواي اللي هو A في الـ E to the 3 minus 3X يساوي للـ RX اللي هو 10 في الـ E to the minus 3X. آخذ عامل مشترك اللي هو E to the minus 3X، راح يبقى عندي هنا 9A، هنا راح يبقى عندي 5 في ناقص 3 ناقص 15 زائدا 4A يساوي E to the minus 3X. اختصر الطرفين اللي هي E to the minus 3X، راح يبقى عندي هنا فقط الـ A وهنا فقط العشرة. الـ A هنا ايش راح يبقى من عندها؟ 9A ناقص 15A زائد 4A راح تكون عندي ناقص 2A يساوي لعشرة، إذن الـ A يساوي لناقص 5. أعوض الـ A بالسليوشن اللي فرضته اللي هو هذا الـ YP، فراح يكون عندي الـ YP يساوي لماينس 5 في الـ E to the minus 3X. أجمع الـ YP مع الـ YH راح يكون عندي الـ General Solution بهالشكل هذا. ننتقل إلى الأسئلة الأخرى، جروب B، جروب B1 الأسئلة مالتهم كان معادلتين أيضا، Y double prime plus 3Y prime يساوي 0، والسؤال الثاني Y double prime plus 4Y prime minus 5 يساوي 5X. للمعادلة الأولى ألاحظ أن هاي المعادلة هي أيضا homogeneous من الدرجة الثانية ولينير، فمباشرة with constant coefficient طبعا، فمباشرة أنشئ الأوكسيلري إيكويجن مالتي، الواي دبل برايم راح تعطيني أم تربيع، والواي برايم تعطيني أم، معامل الواي برايم هو 3، فإذا أم تربيع زائد 3 أم يساوي 0. آخذ عامل مشترك اللي هو الأم من الطرفين، فراح يبقى عندي أم هنا وهنا 3، فأما أم تساوي لصفر أو أم تساوي ناقص 3، فإذا M1 تساوي 0 راح تعطيني Y1 يساوي لـ E to the 0X، هذه معناها هي 1، و M2 ناقص 3 فمعناها الـ Y2 راح تكون عندي E to the ناقص 3X. إذن الـ Y homogeneous أو الـ Y complementary أو الـ Y general بالنسبة لي المعادلة الأولى راح يكون C1 plus C2 في الـ E to the minus 3X. سؤال سهل وجدا بسيط. المعادلة الثانية هي y double prime زائد 4y prime minus 5y equals 5x. نشوف هاي المعادلة مالتنا non-homogeneous equation، ال homogeneous part with constant coefficient والrx يساوي لي 5x، فبما أنه non-homogeneous فإذا بيها جزئين من الحل اللي هو جزء الهوموجينيوس اللي هو الـ YH أو YC Y complementary، والـ YP اللي هو الـ particular solution بسبب وجود الـ RX. نجي نوجد الـ homogeneous part الـ YH، فنساوي المعادلة مالتنا إلى صفر، هاي المعادلة ساويناها إلى صفر، مباشرة نشوف أنه المعادلة هي with constant coefficient، فمجرد نحولها إلى الأوكسيلري إيكويجن مالتنا بهالشكل هذا، فراح تكون M تربيع plus 4M minus 5 equals 0. بالتجربة راح تكون M plus 5 مضروبة في M minus 1 راح يساوي لي 0،
فأما M plus 5 يساوي 0 وهذا ينطيني الـ M1 يساوي لـ minus 5 هذا معناها الـ Y1 راح يساوي لـ E to the minus 5X الـ M2 راح تساوي لـ 1 بسبب أنه الـ M1 minus 1 يساوي 0 فمعناها احتمال الثاني أنه الـ M2 راح يساوي لـ 1 فإذن الـ Y2 راح تساوي لـ E to the X إذن الـ Y homogeneous أو الـ YC أو الـ Y complementary راح يساوي لـ C1 في الـ E to the minus 5X plus C2 E to the X نجي على الجزء الخاص الـ particular solution نجي نشوف الـ RX هي عبارة عن polynomial equation بها الـ X أس واحد فهنا من الجدول مالتنا طبعا راح نحلها بطريقة الـ Undetermined Coefficient عندنا طريقتين طريقة الـ Undetermined Coefficient والطريقة الثانية اللي هي الـ Variation of Parameter راح نحلها بطريقة الـ Undetermined Coefficient عندنا الـ Rx هو معادلة من الدرجة الأولى Polynomial معادلة بها X equal الأس مالته واحد فإذا الحل الخاص الـ YP راح يكون A1X أس واحد plus A0 ايضا نقارن الحل هذا مع السوليوشن اللي موجود عندنا الواي اتش ما راح نشوف اي حدود متشابهه فاذا ما راح يصير عندنا مشكله فنبدي نشتق الواي بي اشتقينا الواي بي الاشتقاق الاول راح يكون يساوي لي اي 1 لانه اي 1 اكس مشتقتها اي 1 والاي نوت مشتقتها صفر الواي دبل برايم بي راح تكون هي مشتقه الواي برايم والواي برايم هي اي 1 فراح تكون عندي صفر اجي اعوض هذول الثلاثه بالمعادله الاصليه اللي موجوده عندي فراح اعوض عن الواي دبل برايم بالزيرو لانه زيرو وعندي الواي برايم عوضت عنه باي 1 والواي عوضت عنه اي 1 اكس في زائد اي نوت طبعا المعاملات مضروبه الاربعه والخمسه بالماينس هنا ايضا مضروبة يساوي للفايف اكس ابسطها للمعادلة مالتي تبسيطين راح يكون عندي 4a1 minus 5a1x minus 5a0 ابسطها مرة ثانية ارتب الحدود مالتي راح اشوف انه عندي حدود متشابهة بالطرفين الحد هنا معامل x هو 5a1 بالماينس ومعامل x هنا هو 5 فإذا minus 5a1 يساوي لـ 5 فإذا a1 راح يساوي لـ minus 1 الحد الثاني اللي موجود عندي هو constant اللي هو هذا 4a1 minus 5a0 هذا constant هنا بهذا الطرف الكونستانت عندي هو 0 فإذا هذا الطرف الكونستانت لازم يساوي لـ 0 حتى تكون المعادلة متساوية فإذا 4a1 minus 5a0 يساوي لـ 0 أعوض عن الـ A1 بما وجدتها اللي هي ناقص واحد فراح تكون المعادلة عندي 4 في ناقص واحد ناقصا 5A0 يساوي لي صفر من هاي المعادلة الـ A0 راح يساوي لي ناقص 4 على 5 أعوض عن الـ A0 هنا وعن الـ A1 بالـ A1 بالمعادلة فإذا أوجد الـ YP فالـ YP راح يساوي لي minus X minus 4 over 5 هذا هو الـ YP أجمعها مع الـ YH راح تكون المعادلة بالشكل التالي هذه هي معادلتي النهائية General Solution للمعادلة الثانية Group C Group C أيضا كان سؤالين السؤال الأول هو أو معادلتين الأفضل Y double prime minus 6Y prime plus 2Y يساوي 0 هذه المعادلة هي homogeneous equation و constant coefficient فمباشرة أوجد الauxiliary equation مالتي الauxiliary equation هي m تربيع minus 6m plus 2 يساوي 0 هذه المعاملات هنا ما أقدر أحلها بالتجربة بسهولة وإنما ألجأ إلى الدستور الدستور القانون مالته هو ناقص b plus تحت الجذر B تربيع minus 4AC على 2A راح يطلع عندي الـ M1 هو 5.65 والـ M2 هو 0.35 فإذا الـ Y1 راح يساوي لـ E to the 5.65X
والواي 2 راح يساوي لي e to the minus 0.35x. فهنا ناسين ال 5 نكتب 5x. اذا الواي جنرال او الواي اتش راح يساوي لي c1 في ال e to the 5.65x زائدا c2 في ال e to the 0.35 هنا ايضا 0.35x. هذا هو الحل للمعادلة الأولى. المعادلة الثانية اللي موجودة عندنا بالسؤال هي x تربيع plus y double prime plus 9xy prime minus 16y يساوي 0. لو ألاحظ هاي المعادلة تنطبق عليها الصيغة العامة للأويلر إيكويجن، مثل ما قلنا أنه الأس للمعامل للواي دبل برايم المتغير طبعا الأكس هو من الدرجة الثانية، هنا أيضا من الدرجة الثانية، هذا من الرتبة الثانية، هذا من الدرجة الأولى، هذا من الرتبة الأولى، فإذا تنطبق عليها الصيغة العامة لأويلر. فقلنا إحنا الأويلر شنو نفرض؟ نفرض أنه زد يساوي لنا لين أكس، فتتحول المعادلة من واي بدلالة أكس إلى واي بدلالة زد. فقلنا هاي المشتقات نحتاجهم اللي هو الدي واي اوفر دي اكس يساوي الواحد على اكس في الدي واي اوفر دي زد، والدي تربيع واي على الدي اكس تربيع يساوي الواحد على اكس تربيع في الدي واي دي تربيع واي على الدي زد تربيع ماينس دي واي اوفر دي زد. هذني المفروض احنا حافظينهن، مجرد نجي نعوضهن بالمعادلة مالتنا، الدي تربيع واي على الدي اكس تربيع نعوضها بالواي دبل برايم، والدي واي اوفر دي اكس نعوضها بالواي برايم. فبعد أن نعوض راح تصير عندي اختصارات، الأكس تربيع تختصر مع الأكس تربيع، والأكس هنا تختصر مع الأكس هنا. أبسطها للمعادلة مالتي راح تكون بهالشكل، هذا ناقص دي واي أوفر دي زت زائد 9 واي دي واي أوفر دي زت، راح يكون عندي 8 دي واي أوفر دي زت. أعوض عن الدي واي أوفر دي زت بالواي برايم، والدي تربيع واي أوفر دي زت تربيع بالواي دبل برايم. إذا تحولت المعادلة مالتي من معادلة with x equation تكون الكوفيشنت مالت المتغيرات اللي موجودة عندي إلى معادلة with constant coefficient وهي أيضا homogeneous هنا موجودة عندي، فمباشرة أحلها وأحولها إلى auxiliary equation مالتي. طبعا auxiliary equation هنا ما مكتوبة، auxiliary equation راح تكون بالشكل التالي، راح تكون m تربيع plus 8m minus 16 يساوي 0. أيضا هذه نحلها بالدستور، فراح تطلع عندي الـ M1 تساوي لـ 1.65، فهذا معناها الـ Y1 يساوي لـ E to the 1.65 Z، لأن احنا هسه حاليا قاعد نشتغل بدلالة Z. والـ M2 من الدستور راح تطلع عندي minus 9.65، فهذا معناها الـ Y2 راح تساوي لـ E to the minus 9.65 في الـ Z. إذن الـ Y homogeneous أو الـ Y general راح يكون عندي C1 في الـ Y1 زائدا C2 في الـ Y2. هسه هذه المعادلة هي بدلالة Z، لازم أرجحها بدلالة X، أعوض عن كل Z موجودة عندي هنا بالمعادلة بالفرضية الأولى اللي فرضتها أنه Z تساوي لين X، فراح تتحول طبعا عندي خطوات أنا ما كاتبها، تتحول هذه الأسس هذه المعاملات إلى أسس للين X، فتختصر بعدين الـ E مع اللين، راح يكون عندي الحل النهائي بالشكل التالي أنه Y يساوي لـ C1 في X أس 1.65 زائدا C2 في X أس minus 9.65. السؤالين الأخيرين والمعادلتين الأخيرة كانت للمسائي أيضا، جروبين وزعناهم جروب 1 وجروب 2، فE1 أسئلة مالتهم أو المعادلات اللي إجتهم هي y double prime plus 5y يساوي 0، فالسوليوشن مالتها هذه أبو أشوف المعادلة مالتي هذه هي أيضا homogeneous لأنه ال rx يساوي 0 و with constant coefficient، فمباشرة أكون ال auxiliary equation مالتي اللي هي m تربيع plus 5 يساوي 0، m تربيع يساوي لـ minus 5، فإذا الـ m1 راح يساوي لي جذر
الخمسة في الآي لأنه هنا ماينس، فراح يكون عندي كومبلكس نمبرز أو إماجينري نمبرز أو روتس، فهذه هي الإماجينري روتس مالتنا. طبعا الصيغة العامة للإماجينري روتس المفروض M1 والM2، M1 والM2 راح تساوي لي ألفا قلنا بلس ماينس بي في الآي. هنا الألفا عندي زيرو، الألفا هنا عندي زيرو، والبي هي اللي موجودة عندي اللي هي جذر 5. فبما أنه الألفا زيرو، فإذا الجزء الآخر من المعادلة اللي موجود اللي ما كتبناه هو E to the alpha x، والE to the alpha x راح يساوي لE to the zero x، لأن هنا الألفا قلنا تساوي لصفر بهاي المعادلة مالتي، فهذه راح تساوي لواحد، احنا ما كتبناها بالمعادلة مالتنا أو نكتبها ونكتبها بعدين تساوي واحد فماكو مشكلة. أهم جزء أنه A في كوساين BX، البي هو جذر خمسة زائد بي كابتل بي في ساين سمول بي اكس، وهنا البي ايضا هي جذر خمسة. هذا بالنسبة للمعادلة الاولى. المعادلة الثانية اللي كانت موجودة عندنا هي واي دبل برايم بلس 3 واي برايم ماينس 10 واي يساوي لنا 6 اي تو ذا ماينس اكس. هذه هي نون هوموجينيوس ايكويشن، يعني بها واي اتش وبها واي بي. نجي نحل الواي اتش، راح نشوف المعادله هذه with constant coefficients، فمباشره نحولها الى auxiliary equation اللي هي ام تربيع بلس 3 ام ماينس 10 يساوي 0. هذه تنحل بالتجربه اسهل، راح تعطيني ام 1 يساوي 2 معناها الواي 1 تساوي لي اي تو ذا 2 اكس، والام 2 راح تعطيني ناقص 5 فمعناها الواي 2 اي تو ذا ماينس 5 في الاكس. فإذا الواي اتش او الواي كومبليمنتري راح يساوي لي سي 1 في الواي 1 زائدا سي 2 في الواي 2. نجي على الجزء الاخر من الحل اللي هو الواي بي. الواي بي قلنا يعتمد على الار اكس، الار اكس هو 6 اي تو ذا ماينس اكس، وقلنا هنا عندنا طريقتين للحل، طريقة الاندترمنت كوفيشنت وطريقة الفاريشن اوف بارامترز. فهنا راح نحلها بطريقة الاندترمنت كوفيشنت. من الجدول راح نشوف انه الار اكس اذا موجود عندي اكسبونيشال، الواي بي راح يكون اي في الاي تو ذا ماينس اكس. طبعا هذه هي نفس المعامل المفروض باللي بالار اكس، فهنا ماينس اكس هنا ماينس اكس، لو كانت 2 اكس راح تكون هنا ايضا لازم 2x. اجي الاحظ او انظر الى الواي بي مالتي، اكو الى مشابه هنا، اكو الى مشابه هنا بالحل مالتي، ماكو الى اي مشابه، فاذا استمر بالاشتقاق واكمل. فاذا الواي بي يساوي لي اي في الاي تو ذا ماينس اكس، واي برايم اشتقها راح تكون نفسها اي في الاي تو ذا ماينس اكس في مشتقه الاس اللي هو ماينس، بعدين ايضا مره ثانيه تنظر في مشتقة الاس راح تكون موجب. فاذا الواي دبل برايم راح يساوي لي اي في الاي تو ذا ماينس اكس. اعوض بالمعادله، الواي بي اعوضها هنا، والواي برايم اعوضها هنا، والواي دبل برايم اعوضها هنا، راح تكون المعادله عندي بهالشكل هذا، اي في الاي تو ذا ماينس اكس بلس 3 اللي هي هذه، في الماينس اي تو ذا ماينس اكس ماينس 10 اللي هي هذه، في الاي في الاي تو ذا اكس يساوي لي الار اكس اللي هو 6 اي تو ذا ماينس اكس. استخرج منه عامل مشترك اللي هو اي تو ذا ماينس اكس، راح يبقى عندي هنا اي، هنا ماينس 3 اي، وهنا ماينس 10 اي، وهنا تبقى نفسها 6 في الاي تو ذا ماينس اكس. هذه هنا اقدر اختصر، اي نعم اقدر اختصر، راح يختصر الاي تو ذا ماينس اكس مع الاي تو ذا ماينس اكس. القوس هنا ايش راح يبقى عندي؟ اي ناقص 3 ناقص 10 راح يكون عندي ناقص 12 اي يساوي لي 6، فاذا الاي يساوي لي ماينس 1 على 2. اذا الواي بي طبعا اعوض عن الاي بالواي بي هذا اللي فرضته، فراح يكون عندي الواي بي ماينس 1 على 2 في الاي تو ذا ماينس اكس. اذا الحلين قدرت اوجدهم اللي هو الواي بي والواي اتش، اجمعهم راح يعطيني الواي جنرال او الحل العام او الجنرال سوليوشن.
أتمنى أنه هذا المقطع يفيدكم وتتجاوزون الأخطاء. طبعا هذا المقطع هو من أجل معرفة أخطائكم اللي وقعت بها. أسئلة كانت جدا بسيطة، الأخطاء اللي وقعت بها كان المفروض ما توقعون بها. أتمنى المقطع يفيدكم وشكرا جزيلا.